السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محبين قناه حسام حسن سيلفر ستار ومحبين محل سيلفر ستار. النهارده طبعا يا جماعه زي ما بعمل لكم كل يوم فيديو عن كاب جديد وشكل جديد. طبعا النهارده الشكل معانا الاديداس الشكل اهو، طبعا زي ما انتم عارفين طبعا الشكل اللي هو الاديداس الشبك من الظهر، في طبعا منه الخامه اللي هي المقفوله وفي منه الخامه اللي هي دايما بتبقى الشبكه بالظهر كده. طبعا التصميم بتاعه اللي هو الكاب الكليبس، في طبعا اللي هو الكبسوله اللي هو طبعا بيبقى، طبعا انتوا عارفين ان انا عملت لكم فيديو قبل كده اللي هو بتاع الكاب اللي هو الاسترتش، اللي هو الاسترتش الخامه اللي هي الابزين بالظهر دي، بقى خامه اللي هي كليبس. في خامه طبعا مختلفه بشكل مختلف والشبكه طبعا مختلفه. يعني بص شكل الاديداس بتاعه، طبعا عندي الالوان بتاعته ده لون اسود وعندي لون الكحلي والاحمر وكل الالوان بتاعته مميزه. طبعا زي ما انتم عارفين انا بحب ان انا اقدم لكم كل يوم شكل جديد بانواع جديده ومختلفه. ولو اول مره تشوفني بالفيديو اتمنى بس انك تعمل لي لايك للفيديو وتشترك عندي في القناه، وباسف طبعا للازعاج اللي بيبقى دايما حواليا، بس انا بحاول قدر الامكان ان انا ايه ادارس السوق، وان شاء الله كده بفضل ربنا باذن الله كده هنزل لكم ايه شغل من اللي هو الكبات اللي لسه جايه اول امبارح. طبعا الخامات دي طبعا انتم عارفينها الخامه استريتش، دي خامه استريتش بس طبعا نص اللي هو نص الشبك من الظهر والنص اللي قدام بتبقى خامه خفيفه شويه. وان شاء الله كده هستناكم في فيديو جديد بامر الله، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو الجديد بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.